شوبينج صار أحياناً على ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يومياً لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين، ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل الغرض لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. قد ايه بنعطي الهم بس بدنا نقطع شيء، بدنا نشيل الكاتينج بورد والسكين المناسب لكل شغله، والتقطيع بياخد معنا وقت والتنظيف كمان، بس مع كوب اكسبرس انحلت هالمشكله. كوب اكسبرس هو سكين وكاتينج بورد بنفس الوقت، بقص لنا حيالله شغله بدنا اياها بثواني، بقص 10 مرات اسرع من الطريقه التقليديه، بقص الجزر، البصل، الخيار، الذره، بطاطا، جبنه، دجاج واللحمه. كوب اكسبرس مزود بروستور لتسريع عمليه القص، ومزود كمان بقفل لسلامتنا لنضبه من دون ما ياخذ محل. فيكن تحصلوا على الواحد ب 24 دولار، على الاثنين ب 30 دولار. اتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. قد ايه بنتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير وعذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان. بس مع فيبراتون ماكس الجديد انحلت هالمشكلة. فيبراتون ماكس كتير قوي وسريع، بيبرم لحد 900 برمة بدقيقة تيعطينا النتيجة اللي بدنا اياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها وشد العضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب يكون عنا اياه. فيبراتون ماكس فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في، او نحن وعم نقرا بالتخت، او حتى نحن وعم نسمع موسيقى، او بحيلا محل بالبيت او بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقه الارداف كمان لمده 10 دقائق كل يوم. فيبراتون ماكس فيكم تحصلوا عليه ب 88 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفه توصيل اضافيه. ما لكم الا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55. إذا في كتير شو بأسرع وأهين طريقة لتبريد حيلا غرفة إنستا فريش، من أحدث تكنولوجيا لترطيب وتبريد الجو. هي عبارة عن هالمكنة يلي ما قلنا إلا نعبيها مي بس ونوصلها بالكهرباء وندورها ونتركها تشتغل، وهي كفيلة بتبريد الغرفة يلي نحن قاعدين فيها. إنستا فريش مش بس بتبرد الجو، بتنقل الهواء الملوث كمان، وأهم شيء إنه فينا ننقلها من غرفة لغرفة وبتمشي على 3 سرعات. إنستا فريش ما بتأذي البيئة وفيكن تحصلوا عليها ب 59 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55. شعرنا فريزي وعم بعزمنا تنملسه، أو بدنا نعمل براشنج بسرعة لأن إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق. هالفرشاية هي الحل. ستريت برو على الكهرباء، مصنوعة من أجود أنواع السيراميك، بتحمى كتير بسرعة وفينا نقوي أو نخفف حرارتها مثل ما بدنا، وأكيد فيها LCD سكرين تنحط الحرارة يلي بتناسب نوع شعرنا، وفيها توصل لل 230 درجة. يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه، هالستريت برو بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة. فيكن تحصلوا عليها ب 36 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. اتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55. قد ايه بنتعذب تنلاقي المخدة يلي بتريحنا، واوقات بالسفر بنضطر ناخد مخدتنا معنا يلي معودين عليها. مع ايربيلو ما بقى نعطل هالهم لانه بتناسب كل الناس. فيها 65 مليون ميكروبي، بس نحط راسنا عليها هي بتتأقلم على الوضعية يلي أخدناها ويلي بتناسبنا، وبتحافظ على وضعية جالسة للعمود الفقري من الرقبة لأسفل الظهر. يعني ليلي عندهم وجع ظهر كتير رح يستفيدوا ويرتاحوا بس يستعملوا ايربلو مغلفة بقماش بيتنفس لنومة منعشة وصحية أكتر. وهالمخدة لأنها مش قاسية بتمنع تجاعيد الوجه إنه يطوروا أو يزيدوا، كما أنها بتساعدنا على عدم الشخير لأنه وضعيتنا بتكون سليمة كل الليل. ايربلو فيكن تحصلوا عليها ب 26 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان، ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية.
إجمالاً مشكلة الوزن إلى حل، بس شي مرة فكرتوا بمشكلة الطول؟ مع سمارتول رح يزيدوا طولكم بشكل كتير سهل ومريح. هالقطعة المصنوعة من مادة الرابر فيكن تحطوها بالشوز من جوا، وهي كفيلة بأنه تزيد لكم طولكم لحدود 5 سنتيمتر. سمارتول ما بتسبب وجع، ما إلا أي عوارض جانبية بفضل المواد المريحة المصنوعة منها. قطعة الرابر بتاخد شكل الإجر جوات الشوز، وهيك فيكن تتحركوا برياحة من دون ما تزحطوا أو تتضايقوا بالمشي. مع سمارتول صار فيكن تستغنوا عن أحذية الكعب العالية يلي بتتعب وبتوجع الظهر، وهيك فيكن تلبسوا حيلا شوز مريح وتحصلوا على طول يلي بدكن من سنتيمتر لحدود 5 سنتيمتر. ما عليكن إلا أنه تحطوا قطعة من سمارتول جوات الشوز، وهي كفيلة بأنه تزيدلكن طولكن وما تسببلكن انزعاج. سمارتول مصنوع من مواد مريحة مثل ما قلتلكن، ما بتعرق الإجر، يعني ما بتسبب انزعاج، وجع أو حساسية، وبتضاين لفترة طويلة. بس $20 فيكن تحصلوا على سمارتول، والعلبة بتتضمن 10 قطع وكل قطعة سنتيمتر واحد. تصبح بستلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. من نحنا وصغار ما فينا نشوف غزل البنات وما نطلب من أهلنا يجيبولنا منه. هلأ صار في كوتون كاندي ميكر ماشين سعره $42، بتخلينا نعمل كوتون كاندي ببيتنا بطريقة مهضومة نحنا وجمال الأولاد حولنا وعم نلعبون. حتى بالبيرثدايز الأولاد فيهم يستعملوها لأنه طريقتها كتير سهلة وآمنة، وأكيد بينبسطوا فيها كتير. بدكم بس تحطوا سكر مطرح الفراغ بالنص وتكبسوا زر الأون للدور. تمسكوا حيالا ستيك بإيدكن وبتصيروا تبرموا ليلف السكر عليها، وهيك بصير عنا أطيب كوتون كاندي. إذا بدكن ياهن ملونين بتحطوا السكر بكولوران وبترجعوا بتحطوه بالماشين وبيطلع اللون يلي بدكن ياه. تصلوا بس سلر على 01-44-55-55 وبتحصلوا على هالماشين ب $42 بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا ببس سلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV. Thank you.